امرأة احرمت من الميقات وجاءها الحيض بعد الاحرام فماذا تفعل؟ امرأة احرمت من الميقات واتاها الحيض بعد الاحرام ماذا تفعل مع العلم ان الحيض يستمر معها 10 ايام ومكوثها في مكة لمدة 5 ايام؟ اذا احرمت يلزمها البقاء على احرامها حتى يزول عنها الحيض وتغتسل ثم تؤدي العمرة. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يجب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما، فتنتظر حتى يزول عنها الحيض. وإذا احتاجت إلى أنها تسافر فإن التزم محرمها أنه يسافر بها، وإذا طهرت يأتي بها وتكمل عمرتها تبقى على إحرامها ويأتي بها محرمها وتكمل عمرتها، فله أن يسافر بها. أما إذا لم يلتزم فلا يجوز لها السفر حتى تكمل العمرة. نعم.